سابقا النقطة برك، لكن ما انت احنا ديما كيما العادة ماشيين على 3 نقاط. مؤكد بعد البارح معناتها عملنا مقابلة جد متوسطة، ما كنتش راضي على المردود تاع اللاعبين، ما كانوش في المستوى. مؤكد باش توقع بعض التغييرات، فهمتي، والغيابات اللي اثرت اللي كانت مش موجوده البارح اثرت شويه على ستابيليتي الكيب، لاني تعرف هذا مش فريق هذا منتخب ناخذوه 3 4 ايام ونلعبوا مباراه، فهمتي. فان شاء الله الامور هذه تتحسن ونصلحوها معناتها في المقابله. واللي مؤكد ماشيين مش على الربح، ما احناش ماشيين على طريقه ثانيه، فتنجم تكون مقابله في بعض الحالات دي نقول لاعبيه في اغلب الحالات المقابله خارج الميدان اسهل من المقابله داخل ميدانك.